بريشة. هلا انا لازم احكي عن دوق بس نحن بريشة. نحن هون في حتون. حتون وعندك يعني تقريبا على اوتوستراد القديسين. عندك الدوق وعندك شبطين. يعني اذا بتشوف الفيو كل الضيعة مثل بعضها نفس الفيو عنديها. ولا احلى من هيك طبيعة. يعني نحن نتميز بطبيعتنا الحلوة. رح نعمل صابون هاند ميد كولد بروسيس صوب بلا كيميكلز كلها ناتشورال. هلا رح تشوف معي رح نصور البروسيس كلها. شو عم تعمل؟ نحن عم نركب الحنفية اللي لازم تغسل ايديك فيها قبل ما تبلش تصوير قبل ما نعمل حيلا شيء تتعرف. نعمل انترفيو. خلينا نعمل انترفيو خلينا نبلش شغل. لا لا يلا يلا بدك تغسل تقدر تعطي من قلبك لانه بتشوف الاحساس تبع الصابونه وبتشوف الفرق بينها وبين التراديشنال يعني اللي معمول على اجمالا. ساعة اللي نحن بنصور بنوصل على محل بيقول الدوق خبزاتي بعدين بنحكي الدوق منقوشتي بعدين بنحكي. اليوم ما في دوق اليوم في صابون. بلشت قلت له خبرنا عنك انت مين؟ قال لي ما بخبرك شيء بتغسل ايديك بعدين بنحكي. جديده هيدا علي فبنغسل ايدينا بعدين بنحكي. ريحتها حلوة احساسها على الايد حلوة. بتعرفوا بتطر الايد كأني حطيت كريم ما عم تدبق ما عم تلزق ما عم تلمع عم بلحف ايدي فيها بعد اكتر واكتر كأنه حطيت كريم على ايدي. منغسل ترغي ترغي كتير لك شو حلو صار لك كتير زمان ما صابون بصابونة بترغي هالقد. ريحة كتير حلوة سوبر فريش وبالآخر عم تحس عم تحس إيدي عم زحته كأنه حطيت عليهم كريم كأنه حطيت عليهم مويسترايزر. ريحة حلوة very refreshing والصابونة تطلع رغوتها. أوكي هلأ فهمت صار فينا نبلش الانترفيو. لا لا خبرني هلا فهمت هلا فهمت خبرني كيف ناعمين هالقد كيف ريحتهم حلوه هالقد خبرني شو صار. لانه هالقد ناتشورال وهالقد ما فيها كيميكلز والكونسبت منها انه تكون ريبليسمنت للشاور جل ولا شامبو. بقدر اكيد حتى شعراتي اكيد انا قلت 3 سنين بتحمم بشيء انا بعمله فرجيني. والله لك شو ناعمين ليه بيوتيفل. هيدي من المرات القليله اللي اجمالا ما بحب كتير احساس الصابونه بحب الليكويد جيل من يمكن بالكلينيك ما بحب هيدا الاحساس. اليوم بعتقد غيرت لي رايي 180 درجه حتى نشوف هاو اتس ميد. شادي مرقص 41 سنه من كور البترون. قلت 3 سنين انا بعمل شيء انا بتحمم فيه. الفكره بلشت بس اجت الازمه. ما كان بقى معي اشتري شامبو لانه كنت قاعد بالبيت ما عم بشتغل وانا شعري ثقيل صرت اعمل ريسيرش ووصلت لهيدا البرودكت كوكونات اويل بالم اويل وشيا بتر وهيدا يلي هون هن فريش بابرمنت. هلا بدي ذوبهم كرمال ارجع صبهم صابون. يلي رح نعمله هلا رح نشتغل على الكولد بروسيس سوب مش هوت بروسيس سوب ما رح يكون في نار. بدي ذوب هول الزيت هلا وبدي احضر السود كوستيك او لاي سولوشن وبس تصير الحراره مزبوطه بخلطهم مع بعضهم بلا نار بيطلع عنا صابون. هلا في نار بس ما عم تطبخهم على النار. صح هلا عم ذوب الزيت بس عم بدوب لانه هلا هو هارد اويل بده يصير ليكويد اويل تقدر ارجع اعمل صابون. طب شو تعلمت خليني هيك اسالك شو تعلمت باخر 3 سنين شو اللي بيأذي شو اللي بينزع الايدين شو الصابون يلي في منيح وفي كتير عاطل بالسوق. مزبوط شو العاطل بالصابون؟ هي الفكره اذا بدك يلي نحن كنا اخذينها عن الصابون غلط لانه نحن الهوت بروسيس اللي بنعمل او الصابون التقليدي تبعنا بنحط له كثير ايترون. ايترون هي ماده كيميكال بس هي شيء نسيسار تيطلع لك صابون لانه اذا ما في ما فيك تعمل صابون. بس المشكله عندنا انه بكتروا بفكروا انه هو اللي بينظف بس فعليا هو لا هو بيأذي السكن. سو انا ما بكتر ايترون. انت جربتها للصابون شفتها قد ايه هي صوت مش معقول ايه وقد ايه اويلي. يس شو البروسس على السخن بيقولوا دائما انه يمكن اقل منيح من البروسس على المسقع. ما في كيميكال لانه في بس تغليه للزيت بيروح منه كثير بيروح منه بنفيتس
وفي شيء اسمه جليسرين هو الناحية يعني اللي بفيد سكن بيروح على الهوت بروسس. بينما الكولد بروسس كله بيضل. صح عم بحس بالجليسرين. صح. زيت زيتون بتستعمله؟ زيت زيتون بيور اوليف اويل. زيت زيتون؟ زيت الأكل. مش بقايا. هلا رح تشوفه. لا أكيد. نايس. الصول هو بعد ما نقطر لتسي الحامض. اوكي. هو بيطلع مي وبيطلع زيت. لأنه بيحطوه بالستيم. كيف الكركة العادية. سو الزيت بيفوت على بيفوش على الوجه بيسحبوه بيضل المي. المي هيدي فيها البنفيتس تبع الحامض تبع النعمة تبع حيالله شيء بيتقطر. سو انا ما بستعمل مي بستعمل هيدروسول. نايس جود ديتيل. يب. كله بنزين كله ميديكال يعني كله مش تيجي في عينه. بعدنا باخذ هالصابونات وحده وحده مبسوط فيهم بحفهم على ايدي. كان عم بحس ايدي ناشفين صار لهم كم يوم قلت على القد. طلعوا اللمعه قديش حلوه حتى لو لونهم غامق بس هن اللون ما بيطبق اكيد. اميزنج فيلينج. طلع حتى عم بحفها حف ترجع بتروح حاسسها ناعمة مت كأنه حطيت كريم. كم نوع فيك؟ كل ما قلت وحدة بتقول هاي سبيسيال. اكتيفيتد شاركول. هلا 10 وعم زيدهم 2 رح يصيروا 12. شو هن؟ بعد في افوكا وخيار وريد واين. بعد شو رحلك بتاكل او لا؟ الاساسيات يلي شفناها عندك. في اوقات بس يكون ما يكون في كثير هواء ومفتح هون عم بهويلهم بيجي النحل من برا يعني هون بصير في قفير نحل. على الريحة. بيجي ايه مش على الريحة بيجي عليهم لأنه هو النحل هو اللي عملها للشمع. ايه سو بيجي عليه وبيجي على هو اللي فيهم عسل. إذا حدا بده يلاقيهم اليوم وين عم تبيعهم؟ هلا أونلاين. هلا أونلاين. وفي عندي كذا محل كذا بوينت أوف سيل صار في بيونت لياس كونفيفيو. وإن شاء الله خير لقدام. قادر تصدر؟ لأنه إذا بيصير لي باب أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. هلا بينت الزعتر والنعنع وال عرفني بهار. هيدي الفيلينج بس تتحمم فيها للصابون اول شيء كثير منيح على القشره وثاني شيء بتبورد يعني بتعطيك هيدا الفيلينج اللي بس تتحمم بشامبو تاخذ فيلينج انك بتبورد بتعطيك نفس الفيلينج. واو فتعرج على الاساس. يلا صرت انت سوب ميكر. صح فكرت فيها شي نهار؟ لا. وكيف اجت هال باشن اللي واضحه بحسها بعيونك يعني؟ صراحه ما بعرف انا انسان كرييتيف عرفت مني وما بعت حالي انسان مثل كل العالم. عندي اذا بدك الفلسفي تبعي بكل شيء. اوكي سو حبيت اعمل شيء اذا بدك غير عن العالم شيء يكون هالقد سبيسيال وشيء هالقد يونيك شيء يشبهني. إذا بتتخيل حالك بعد 5 سنين وين بدها تصير صابونتك؟ هلا عم زين كاستر اويل تحطه مع الكوكونات والهارد اويلز تاخذوا بعضهم مزبوط. هيدي الروسات بدي 2 كيلو و 100 جرام. بيتون 90% من صابوناتك مي يعني بيور ووتر ما في. صح كله انجريدينتس كله مكونات مفيده. صح حلو مش عم بقدر اوقف العب فيها عن جد بيوتيفل. رح يصير عندك اديكشن علي بعتقد هيك. رجع تعرف تعرفين لخبرك شعراتك إذا رح يضلوا واقفين أو رح يناموا أو Thank you.
زيت اكل؟ ايه ما راح يصير لي شيء. لا واو بتبيعني تنكي؟ منيحة وعلبني. بتعمل مقطع هارد الزيت. ليش بيكون هارد الزيت؟ لانه البروسس تكون مضبوطه فيه لازم يكون لها حراره معينه، ما لازم ينزل عن 38. مش على البركه يعني؟ ايه لا مش على البركه. لا ما لازم ينزل عن 38 وما لازم تكون البروسس يعني ما فيك تعملهم تكون حرارتهم عاليه. بتساي 50 مفروض تكون الحرارة بين 46 و 38. سو هلا هودي بيرفكت. بدنا ناخذ حرارة هلا اللايترونات. كله فاتوا مع بعضهم هلا كله فاتوا مع بعضهم هلا صاروا صاروا بس بدي ارجع اخلطهم بعد شوي بس كرمال ما يطول هلا البروسس عم يمشي يعني الحرارة عم تنزل صح صح شيميك عم تمشي صح هي بتضل 48 ساعة بتخلص بديش كان سقعة صح بكره مثل هلا بيكون نشف بصير شيء في يشيله من القالب وقصه وبده شهر ونص تيعمل كيونينج مزبوط وبصير قاسي مثل هيدا وان كيس حدا بحب يشتري هلا اونلاين freya.soap انستغرام في واتساب وفي يعمل اوردر عن الانستغرام كمان مسج ذاتس ات